أعتقد بأن معالجة قضايا الهجرة من طرف الصحفيات والصحفيين المغاربة في مختلف وسائل الإعلام بالرغم مما يمكن أن نسجله كمهنيين ومتابعين من ملاحظات، فلا ننكر بأن هذه المعالجة حققت بعض التقدم قياسا للسنوات السابقة. فبعد أن كان من قبل الاهتمام منحصرا على قضايا المهاجرين المغاربة في بلدان إقامتهم في أوروبا بالخصوص، وكان أداء الصحافة المكتوبة بالخصوص على هذا المستوى مطلبيا وترافعيا ونضاليا وحقوقيا مقابل أداء إخباري رسمي عادي للإعلام السمعي البصري، فبالتدريج تحول الأمر إلى الاهتمام بقضايا أخرى وأساسا بأوضاع المهاجرين الذين اختاروا الاستقرار في المغرب، ذلك أن بلادنا صارت مع توالي السنين بلد استقبال للهجرة. ربما هذا فرض علينا تحديات أخرى أعمق وأكثر انشغالا بهذه القضايا وبجوانبها المعرفية والحقوقية. أعتقد بأن معالجة قضايا الهجرة واللجوء سواء في المغرب أو في بلدان أخرى فيها اجتهادات وفيها أيضا انزلاقات، فكما نسجل وجود أخطاء لدينا في ممارستنا المهنية، هناك أخطاء في الصحافة الإسبانية مثلا وفي الصحافة الأوروبية، ولاحظنا ذلك في عديد من المحطات المرتبطة بعلاقة بلادنا مع هذه الدول الأوروبية أو بمشاكل وقعت على مستوى الهجرة. نعتقد بأن التكوين المستمر والتدريب دائم للصحفيات والصحفيين هو مدخل أساسي لمعالجة هذه القضايا. نعتقد أيضا أن تحفيز المؤسسات المهنية على اللجوء إلى العمل الميداني وإنجاز التحقيقات والروبورتاجات بدل الاكتفاء بعرض أخبار نتوصل بها عادة من مصدر واحد وهو مصدر رسمي سيكون أيضا مدخلا مساعدا. نعتقد أن الممارسات الفضلى يجب أن تتركز مثلا حول اللغة المستعملة في معالجتنا لهذه القضايا والابتعاد عن الصور النمطية المستهلكة والمتعامل بها والتي أحيانا تحمل الكثير من الطعن والمس بكرامة المهاجرين والتحقير وخروقات قانونية وحقوقية على هذا المستوى. نعتقد أيضا بأن اعتماد المصادر وتقديم الأرقام والمعطيات والبيانات يحتاج الكثير من الدقة والنزاهة والمصداقية على هذا المستوى، ولهذا أعتقد بأن الصحفي مغربيا كان أو غير مغربي إذا كان مهنيا يمكن أن يتجاوز كل هذه الاختلالات في المعالجة. ولهذا فالمسؤولية اليوم مطروحة على المهنيين على منظماتهم التمثيلية وأيضا على المؤسسات ذات الصلة، فالمجلس الوطني للصحافة بإمكانه تعطير هذا التكوين المستمر لفائدة الصحفيين المغاربة، وهو يقوم بذلك بالنسبة للعديد من المجالات والانشغالات المهنية، ويمكن أن يضيف إليها أيضا قضايا الهجرة. هناك جمعيات تأسست من طرف بعض الصحفيين المغاربة ويمكن أن تساعد في هذا الإطار. يمكن أيضا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يساهم بإشعاع المعرفة القانونية والحقوقية وأيضا تبادل التجارب مع جغرافيات مهنية أخرى عبر العالم. كما نعتقد أن كل هذه المؤسسات مجتمعة بالإضافة إلى السلطات العمومية معنية بتطوير تجربتنا المغربية في التربية على الإعلام، ذلك أن تلقي الإعلام وإصداره من طرف الصحفيين هو حاجة مجتمعية اليوم. المؤسسات الإعلامية لها أيضا مسؤولية مجتمعية يجب أن تطورها انطلاقا من تربية مجتمعنا وشبابنا وشعبنا على الإعلام، ونعتقد بأن هذه مداخل أساسية يمكن أن تساعد، بالإضافة طبعا إلى تقييد بأخلاقيات المهنة. واليوم في بلادنا وداخل الممارسة الصحفية لدينا ميثاق لأخلاقيات المهنة كان أصدره المجلس الوطني للصحافة وهو منشور بالجريدة الرسمية وبات ملزما لكل من يمارس مهنة الصحافة في بلادنا، مع استحضار أيضا صلاحيات واختصاصات الهيئة العليا للسمع البصري بالنسبة للإعلام السمعي البصري. وكل هذه الجوانب يمكن أن تساهم مجتمعة، مع التذكير من جديد أن هناك تقدم على هذا المستوى وإن كان طفيفا ولا زال يفرض علينا بذل مجهود أكبر على هذا المستوى.